مسرحية عائلة لسعة جداً لأحمد زاهر وبناته ملك وليلى مع منة فضالي، واللي انطلق أول عروضها النهاردة على مسرح بكر الشدي في البوليفارد. ومبارح كمان في مؤتمر صحفي كان لكاست المسرحية اللي عبروا خلاله عن فرحتهم بالمشاركة بموسم الرياض اللي عم بيساهم حقيقة بإنعاش الحركة المسرحية بالعالم العربي. تجربة أنا بصراحة يعني أتمنى أنها تكرر تاني وتبقى بعمل أكبر كمان، لأن أنا هنا ضيفت شرف في العمل. هو دور لايت كوميدي كلاسي، وكفاية أنا وسط أصحابي وزمايلي يعني، وخصوصا أنها في موسم الرياض. الحمد لله رب العالمين، عندي تجربة مع الجمهور السعودي، بعتز جدا أن أنا بعرض في المملكة في الرياض أو في جدة أو في أي حتة. واللي كمان كانوا سعداء جدا هم ملك وليلى زاهر اللي بيخوضوا أول تجربة مسرحية ليهم ومع والدهم أحمد زاهر. جايين من تجارب سينما التلفزيون اللي هي ليها طريقة للمسرح، اللي هو ليه طريقة مختلفة تماما في الوقفة، في الصوت، في طريقة الكلام، في مواجهة الجمهور، في انت ازاي هتقف قدام كل الناس دي وتبقى واقف كونفيدنت ومفيش اي حاجة. في السينما التلفزيون مختلف، انت في السينما ممكن تغلط وتعيد، هنا مفيش. في السينما ممكن توتي صوتك، هنا مفيش كده. في حاجات كتير قوي مختلفة خضتنا في الاول، بس احنا دلوقتي يعني مع مساعدة استاذ تامر واستاذ محسن واستاذ احمد زاهر طبعا واستاذ احمد فتحي. احنا احمد زاهر يعني مش فاضي هنا بقى الاستاذ احمد زاهر. والخوف كمان كان شعور والدهم أحمد بسبب عودته للمسرح من بعد غياب 17 سنة. أكيد خايف طبعا، وأكيد على فكرة عايز أقولك على حاجة، مهما الواحد كبر أو عالي أو اسمه عالي هيفضل يخاف وهيفضل يبقى قلقان، لأن أنا لو وثقت في نفسي وقلت أنا عظيم أنا جامد قوي ده بداية السقوط، عشان بس بحضرك فاهم. فأنا لازم طول الوقت ببقى خايف وقلقان ومرعوب لحد ما بتحصل الحاجة وبتنجح، الواحد هنا ساعتها بيطمن وبيبقى مبسوط. وبجانب المسرحية الكوميدية، جمهور أحمد مستني فيلم الأكشن فارس اللي هيتم عرضه قريبا في السينما. معايا النجم الكبير العظيم الأستاذ حسين فهمي، النجم الكبير الأستاذ صلاح عبد الله، معايا طبعا إيمان العاصي، باميلا الكيك، أحمد صفوت، مجموعة كبيرة جدا جدا من الفنانين، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. وقال لنا عن عمل بيصوره حاليا. بصور دلوقتي مسلسل اسمه سوشيال، بطولتي ومعايا وجوه جديده كتير، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، اسلام حافظ، معايا عابد عناني، معايا مجموعه كبيره جدا جدا من الفنانين اللي منورين دلوقتي، بس ما هماش ستارز، بس هم في طريقهم انهم يكونوا ستارز، بس هو الموضوع نفسه بالتركيبه كلها هتبقى حلوه قوي. ده تاليف الاستاذ محمد جلال واخراج الاستاذ رؤوف عبد العزيز. وكملنا مع باقي فريق المسرحيه علشان نعرف منهم اذا هم كمان عندهم مشاريع تانية زي احمد اللي عنده الجزء الثالث من اللعبة. احنا بنعمل حاجة انتوا بتحبوها قوي، الجزء الثالث من اللعبة، وانا سبته وجيت عشان اعرض وان شاء الله نزل تاني. ومنة فضالي عندها مجموعة كبيرة من الافلام الفترة اللي جاية. عندي اخر نايزك، عندي فيلم فارس مع زاهر، وعندي ميني بار، وعندي في القلب، وعندي ليلة في الجحيم يعني.